اهلا وسهلا بكم في اولى حلقه ليا في برنامجي على الطبليه. طبعا عايزه اقول لكم على التلو ده على قناه هي. قناه هي ديت مخصصه لكل السيدات، بس هنتكلم عن الستات، نعمل وصفات اقتصاديه، وصفات كل الوصفات اللي انتوا عايزينها نعملها معاكم. انا صدفه جاد معاكم من السبت للخميس على قناه هي. طبعا اثناء تليفوناتكم ومكالماتكم وكل حاجه، عايزين بقى الرجاله تبطل اكل الشارع، وهنعمل كل حاجه هنا اقتصاديه وسهله وبسيطه. خلي كده ابو العيال يحبك ويقدرك ويجيب لك كل اللي انت عايزاه. طيب النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي 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 وسهله وجميله. هنعمل اعملي بقى لابو العيال دكر بط. طب دكر البط يا صدفه غالي نجيب منين؟ احنا هنعمله على يومين. طب ازاي هنستفاد بكل حاجه في دكر البط؟ طيب مقاديرنا سهله جدا وسريعه، وزي ما انتم عارفين طبعا يا حبيبتي انت وهي 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 لقمه هنيه تكفي 100، واللي جعان يشرب ميه، فاحنا مش هنشرب ميه، احنا ناكل بطه. طيب مقادير البطه سهله جدا وسريعه معايا، انا هعملها بطريقه مختلفه. معظم الستات ومعظم كل الناس عارفه البط، يا اما محشي فريك يا اما محشي رز يا اما عاملينه بالمرته. فانا النهارده هنعمل بطريقه مختلفه خالص عنهم، فيها ما بين المرته وما بين وصفه مختلفه خالص. احنا هنحشيها النهارده بيض، عارفين البيض هنحشيها بيض مسلوق وحاجات تانية كده في وسط البيض. مقادير معانا سهله جدا وبسيطه. عندي بطايه مغسوله ونضيفه وزي الفل، وعندي بصل وفلفل اخضر وزبيب وحمص طبيخ. حمص الطبيخ ده غير حمص الشام، حمص طبيخ. وعندي بيض مسلوق، يفضل البيض يكون صغير، انا حاولت اجيب بيض سمان عشان يكون اصغر مقش، بس جبت بيض بلدي مسلوق اهو صغير. وعندي قرفه وزبده وطبعا حاجات السلق، ورق لورا وحبهان وملح وفلفل. طيب وزبيب مهم جدا في الوصفه دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه الوصفه بتاعتنا هنعملها اهي. طبعا مستنيه تليفونات، عايزين تليفونات كتير بقى كتير قوي. عندي الطاسه هنا، نبدا واحنا بنحط مقادير. نقول ام علاء، يا ام علاء صباح الفل يا قمر. صباح الفل يا ام علاء، الف الف مبروك يا حبيبتي على البرنامج. الله يخليك يا ام علاء، على البرنامج بتاعك وعلى القناه الحلوه، وهي كل الدنيا وهي الدنيا كلها، ومستنيين حاجاتك الحلوه اللي زيك، وان شاء الله من نجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق. ربنا يخليك يا ام علاء، تسلمي، اسعدتني بمكالمتك. اتفرجي بقى على البطه بتاعتي دي، ويا ريت تجربيها وصلنا مكالمتك بكره ان شاء الله، ان انت عملت البطه وطلعت حلوه معاكي ان شاء الله يا حبيبتي. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. وانت طيبه يا ام علاء، اسعدتيني. طيب اول حاجه انا حطيت البصل. طب انت يا صدفه حطيت البصل من غير سمنه ومن غير زيت؟ البطه هنحط فيها البصل من غير سمنه ومن غير زيت، هي تتشوح بس كده لوحدها، وكل ما تدي لون كده وتتلسع معانا هنزود لها حاجه تاني. طيب على البطه معانا هنا البصل معانا ما يدبل شويه، هتبل البطه معايا بحاجات بسيطه جدا. هاخد ملح وفلفل ونقول الو يا نور. يا نور تمام، ادي ملح وفلفل اهو. نور عايزاك تتصلي بينا تاني يا نور، وتفرجي على البطه بتاعتنا اثناء تليفونك تكلمينا تاني. ادي ملح وفلفل اهو، طبعا البطه مغسوله كويس قوي. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا بخصوص البط. الناس اللي بتقول البط مثلا بيبقى فيه زفاره، ما بيبقوش عارفين يستخدموه ازاي او يتعاملوا معاه ازاي. البط يتغسل يا جماعه، الخل ما بينضفش طيور البط، الخل بيفتحها بس. انت بعد ما تغسليها بليمون وملح ونقول الو يا نور. نور سمعت الكلام بسرعه. يا نور صدفه، صباح الفل يا نور. صباح النور، منوره يا شيف صدفه. منورانا يا نور. والله ده نورك منوره وبنحبك جدا والله يا شيف صدفه، وكل اكلاتك جميله جدا. الله يخليك يا نور، اسعدتني بمكالمتك. انا اسعد. ممكن بس اعمل تهنئه للدكتوره ايه لسه متخرجه؟ طبعا. ايه عيد شعبان. يا سلام، وتهنئه من اسر البرنامج كمان. متخرجه من كليه الطب، عايزه بس اعمل لها تهنئه واقول لها مبروك. الف مبروك، ربنا يوفقها، الف مبروك. ربنا يخليك يا ست صدفه يا رب، ومن نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك، تسلمي. تسلمي يا ست. طيب بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده، بصوا بقى البصله بدات تاخد لون كده من غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. طب ليه صدفه مش حاطه فيها سمنه ولا زيت؟ البط بطبيعته بيكون دسم، فطبعا بينزل دهون كتيره جدا، فاحنا مش عايزين نكتر عليه الدهون. وفي نفس الوقت شوربه البط هنستخدمها بكره في حاجات تانيه كتير. شوربه البط ممكن نعمل منها نسوي، هنعملها على محشي، ممكن نعمل بها رقاق، ممكن نعمل حاجات كتيره قوي قوي قوي. اهو بصوا بقى، كل ما البصل تدبل معانا كده نديها شويه ميه اهو، صغيرين كده ونقلب اهو، شايفين؟
كل ما تدبل معانا اكتر نديها ميه، ما بنحطش ولا سمنه ولا زيت في الوصفه دي، غير في واحنا بنشوح البطه او عايزين تحمرها في الفرن بيبقى برده من غير سمنه ولا زيت. الوصفه دي سهله جدا وحلوه قوي، هتلاقي طعمها مختلف، مزيج ما بين الحلو والحادق، لان فيها زبيب وفيها حمص. حمص الطبيخ ده حلو جدا، مهدور حقه في السوق بصراحه حمص الطبيخ ده، واحنا هنطبخ لكم بيه حاجات كتير قوي الايام اللي جايه. اهو ما تنسوش يا جماعه، هي كل الدنيا طبعا. خليكم معانا على الطبليه، هنعلمكم كل الوصفات الاقتصاديه، خليكم معانا بس ما تروحوش بعيد. اهو بصوا بقى، بصوا بقى البصله دخلت معانا في اللون اللي احنا عايزينه كده اهو. كل اللي عايزه توفر وتدبر تبقى معانا على الطبليه على قناه هي، هي كل الدنيا. ادي البصليه معايا اهي، هديها في الوقت ده شويه قرفه، عشان القرفه بيبقى حلو قوي مع الزبيب، كفايه كده على القرفه، وملح وفلفل. عايزه اقول لكم لما حطيت ريحه القرفه مع البصل ادت ريحه حلوه قوي، وشويه زبيب مش هنكتر برده. وعندي هنا كمان حمص، حمص الطبيخ ده يا جماعه منقوع ومسلوق، بياخد نص سلقه كده برده عشان خاطر يبقى جوه البطايه. بصوا بقى الحشوه دي، انتوا بقى ممكن تزودوا فيها كبد وقوانص بتاع البطه، ممكن تعملوها زي ما انا عاملاها كده، انا شايفه ان هي كده حلوه قوي، مش محتاجه اي حاجه تاني اهي. شفتوا الحشوه دي حلوه جدا وسهله وسريعه وكمان مغذيه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ نحشي البطايه بتاعتنا. كانش يومك يا شابه، خدنا البطايه كده ذبحناها على طول اهو. لو انت بقى عندك ريش صغير في البطايه من جوه، واحنا بنحشي البطايه نقول الو يا حنان. الو، السلام عليكم. صباح الفل يا حنان حبيبتي. والله يا بنتي انت ربنا يبارك لك ويكرمك وييسر امرك ويصلح حالك. ربنا يخليك يا حنان، شرفتيني. والله ربنا يوفقك اكتر واكتر، لان انت زي الفل ما شاء الله عليكي، وطبيخك ربنا يخليك، حاجتك حلوه، اكلك حلو، كلك حلوه، ما ربنا يبارك لك والله وييسر لك امرك ويصلح حالك. الله يخليك. ايه رايك في البطايه بتاعتنا يا حنان؟ دي جميله ما شاء الله. الله اكبر. ايه رايك في الحشوه بتاعتنا المختلفه النهارده؟ الناس صعب عليها دلوقتي بقى، عايزين اكلات على قدنا كده ان شاء الله. هنعمل كل اللي انتوا عايزينه هنعمله معاكم، قولوا كل اللي انتوا عايزينه هنعمله ان شاء الله مع بعض. ربنا يبارك فيكي ويبارك، والقناه جميله جميله جميله، ربنا يبارك لكم كلكم. ربنا يخليك يا حنان، كلكم يا رب. اتمنى اسمع صوتك مره ثانيه ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي، حاضر. ربنا يخليك يا حنان، اسعدتيني. ماشي يا حبيبتي، شكرا 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 ليكي يا حنان. طيب زي ما انتم شايفين انا عندي البطايه حشيتها وحطيت فيها بيض مسلوق، حطيت فيها اتنين كفايه، هقفلها بقى كويس بالخله اهي. ممكن تخيطوها لو انتم خايفين تقفلوا بالخله تخيطوها، بس هي بالخله كده ما تقلقوش. وطبعا دي قدامك حل من الاتنين في التسويه بتاعتها، يا اما تسويها في كيس الحراري يا اما تسلقيها زي ما انا هعمل دلوقتي. والكيس الحراري برده حلو. نقول الو يا شيماء. شيماء الو. صباح الفل يا شوشو. صباح الخير، ازيك يا صدفه؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ اسعدتيني يا شيماء. شيماء سامعاني؟ تعالي بقى بكلمك. ايه رايك في البطه بتاعتنا؟ الو شيماء، انت سامعاني؟ جميله جدا والله، انا ببارك لك على البرنامج. تسلمي يا شيماء، ربنا يخليكي. الف مبروك. الله يخليكي يا شيماء، تسلمي. طب شيماء ممكن تقفلي التليفون تسمعي من التليفون؟ انا بسمع، انا سامعاكي. انا بسمع في التليفون اهو. التليفزيون صوته عالي عندك كده؟ تمام خلاص، كلمنا تاني. بصوا بقى انا حطيت البطه زي ما انتم شايفين كده، ادي البطه اهي، حطيتها تتسلق بقى واسيبها تستوي براحتها اهي، ما خدتش وقت معانا. مده سوى البط، البط يا جماعه بيختلف من من بطايه للتانيه. ليه بقى؟ حسب الحجم، كل بطايه حجمها بيقعد على النار غير التانيه، فما تربطوش البط عندكم بوقت معين. نشيل بقى ده كده. ادي البطايه، نسيبها بقى تستوي براحتها. في نفس الوقت نجهز رز الطباخ. رز الطباخ ده يا جماعه ما بيبقاش فيه رز، وصفه سهله جدا دايما بتتعمل في الافراح، وخصوصا في الفلاحين بيحبوا الوصفه دي جدا، وانا شخصيا بحبها قوي. رز الطباخ ده دايما بيتعمل بمكونين، لسان عصفور وشعريه،
يعني اللسان العصفور بيبقى بديل الرز. لو في ناس ما بتحبش الرز ما بتحبش تاكله، لا عندكم اتنين اهم، عندكم لسان عصفور وشعريه. طيب اول حاجه نحط قطعه زبده كده ونحط معاها شويه زيت ادي، وشويه زيت يا حاجه علشان صدفه تتغدى، شويه زيت اهم تمام. نحمر بقى لسان عصفور، ما بنحمرهمش الاثنين مع بعض لسبب، علشان خاطر الشعريه تتحمر اسرع من لسان عصفور. ونقول الو يا عزه. ايوه يا صدفه، ازيك يا حبيبتي؟ صباح الفل، ازيك عامله ايه اخبارك؟ انا كويسه الحمد لله، انا مبسوطه قوي ان انا شفتك وبتكلم معاكي. ربنا يخليك يا عزه، تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي ويخلي لك بنتك يا رب، ودايما كده من نجاح لنجاح يا رب. الله يخليك يا عزه، تسلمي. انا مبسوطه قوي قوي ان سمعت صوتك وشفتك، اسعدتيني. يا رب يخليك يا حبيبتي، يا رب يخليك، ودايما كده يا رب منوره بتاعتنا. شفت البطه بتاعتنا النهارده؟ جميله جميله، تسلم ايدك، انت كل حاجه بتعمليها حلوه. هتجربيها يا عزه؟ ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. تجربيها وتقولي رايك فيها ايه؟ خلاص بكره اكلمك تاني واقول لك ان شاء الله. هستنى مكالمتك يا عزه. باذن الله يا حبيبتي باذن الله. واتفرجي على رز الطباخ دلوقتي اهو بنعمله. خلاص ماشي بتفرج يا حبيبتي. ماشي تسلمي يا عزه، نورتيني. طيب زي ما انتم شايفين كده حطينا شويه زيت وحته زبده او سمنه، او ممكن زيت بس او سمنه بس على حسب ما انتم بتحبوا. رز الطباخ ده حلو جدا يا جماعه، والميزه فيه ان هو شويه صغيرين بيرموا معاك يعملوا حله كبيره، فدي وصفه اقتصاديه حلوه وسهله وسريعه. هنحمره كويس لسان عصفور اهو. طبعا ما بنحطش الاثنين يتحمروا مع بعض عشان خاطر الشعريه زي ما قلت لكم رفيعه، بيبقى تحميرها اسرع من لسان عصفور، لو حطيناها دلوقتي هتتحرق. جاهز بقى حاجتنا هنا اهو. طبعا انتوا عايزين اي وصفه معينه اي حاجه ابعتوا لنا او اتصلوا بينا على ارقام التليفون اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه، هتلاقوا كل حاجه في على الطبليه اهو. على الطبليه هجيب لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان المكرونه دايما بترمي كتير، فرز الطباخ ده حلو قوي. الناس كانت معتقده ان رز الطباخ ده بيتحط فيه رز عادي، لا رز ما بتحطش فيه رز خالص، وانتوا هتجربوه وهيفرق بقى معاكم. انتوا بقى ممكن تزودوا حاجات تخلي الكميه اكتر، ممكن تحطوا فيه قطع بطاطس، ممكن تحطوا فيه جزر مبشور، ممكن تحطوا فيه فلفل الوان، فلفل اخضر، دي كلها حاجات تدي قيمه غذائيه عاليه وفي نفس الوقت هتملى معاكم. يعني انت لو عامله حله وعندك ما شاء الله اولاد كتير، ممكن تقطعي بطاطس رفنعه قصه تحطها فيه زي ما انا قلت لكم كده، كل حاجه هتلاقوها. وطبعا البطاطس بتستوي بسرعه، بطاطس، كوسه، ممكن تحطي بسله، كل اللي انت عايزاه. وفي مره ثانيه ان شاء الله هعمل لكم رز الطباخ ده بالبسله والبطاطس مع بعض والجزر، عشان يبقى انتوا عندكم الوصفتين لو انتوا خايفين تعملوها، لا اعملوها قدام عينيكم مباشر كده وتتصلوا تقولوا لنا ايه رايكم فيها عشان خاطر تجربوها. بصوا الجمال، لسان عصفور بدا يتحمر اهو، لا سحر ولا شعوذه اهو، شايفين؟ بدا ياخد لون معانا اهو، بصوا جماله وحلاوته. طيب نحط الشعريه على ما يتحمروا مع بعض، نروح فصل صغير قد كده، ما تروحوش في اي مكان، هستناكم عشان تشوفوا رز الطباخ معايا ونشوف البطه فصل صغير. رجعت لكم بعد الفاصل وعلى الطبليه. بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا الرز الطباخ. نحط بقى معاه الفلفل، فلفل اخضر في الوقت ده زي ما قلت لكم، زودوا بقى اللي انتوا عايزينه، تدي قيمه غذائيه عاليه وهتبقى اقتصاديه معاكم اهو. ممكن بقى انتوا ممكن تحطوا فيه بروتين، تحطوا فيه كبد وقوانص، باقي عندك فراخ من عزومه نسليها وقطعيها، باقي قطعه لحمه مفرومه حطيها، كل ده هيفرق معاكي جدا وهيرمي معاكي وصفه سريعه. طيب معانا كمان معلقه صلصه طماطم، ناخد نص معلقه كده حلو كفايه، وناخد مكعب خضار اي مرقه انت هتحبيه، ولو عندك شوربه تقدري تسيبيها ده حلو جدا. بصوا ريحته وحلاوته، بصوا يا ولاد. حط بقى شويه فلفل وشويه ملح وما نقطعش خاطر المكعب المرقه اللي احنا حاطينه اهو. يا سلام على جماله، عايز يتاكل ني والله. طيب هنا بقى هنسويه، نعمله معامله الرز، معامله عاديه جدا، نحط الميه ونسيبه يستوي. بسم الله اهو،
اهو زي ما تكوني محمره مكرونه او عامله رز، يغلي وتوطي عليه وتسيبيه يتشرب براحته اهو. ايوه كده، ظبطي بقى الملح بتاعك وحاجتك. هنعمل بقى النهارده وصفه حلوه جدا، وصفه رائعه رائعه رائعه. هنرجع دي ورا اهو، واحنا بنحط حلتنا اللطيفه نقول الو يا جيهان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا جيهان؟ الف مبروك على البرنامج الجميل. الله يخليك يا جيهان، اسعدتيني. عايزين بقى مواصفاتك الجميله كده على الطبليه. كل حاجه يا جيهان هتلاقيها عندنا ان شاء الله، كل اللي انت عايزاه هنعمله لك باذن الله. لا، اللوكيشن حلو والديكور، والف مبروك، ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا جيهان، تسلمي. ربنا يخليك، الف مبروك. تسلمي يا جيهان، ربنا يخليكي. الف مبروك، مع السلامه. تسلمي. طيب انا هنا دلوقتي هنعمل لكم وصفه حلوه قوي قوي وقرديحي. الوصفه دي لما بتحط يا اما فيها رز يا اما فيها قطع فراخ، احنا النهارده هنعملها قرديحي، ولا رز ولا فراخ، وصفه الكشك. انا كل اللي انا عملته حطيت معلقه، حطيت علبه زبادي الصغيره اهي، ومعاها 3 معالق دقيق، ونقلبهم كويس في قلب بعض. طبعا انت ممكن تحطي فيه رز المره الجايه، هناكل اللي هو الكشك الالمز، فيه رز او فراخ زي ما تحبوا، لكن ده كده على قد ايدينا، ولا رز ولا فراخ. نقلبهم كويس قوي في قلب بعض كده، ونخففهم بشويه ميه. او شوربه زي ما نحب، ممكن نحط شوربه وممكن نحط ميه. الحله بتاعتنا رجعناها على النار اهي، ونقعد نقلب كده بالراحه، سريع كده اهو. عايزه اقول لكم الكشك ده حلو جدا جدا، بيتباع في المطاعم دلوقتي زي مقبلات كده جنب الاكل. نقعد بقى نقلب فيه كويس قوي كده اهو. عايزه اقول لكم بيكون رائع رائع رائع. هزود اللبن بتاعي واقعد اقلب فيه برده. بسم الله. طيب عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، لو انتوا عندكم لبن قاطع، لبن قاطع خلوه في التلاجة عندكم. الأسبوع الجاي هعمل لكم وصفة حلوة قوي قوي قوي، بتشتروها من بره غالية جدا باللبن القاطع. تابعوا برنامج على الطبلية على قناة هي، هتلاقوا كل حاجة أنتوا عايزينها فيه. أي لبن قاطع عندكم شيليه في الفريزر. الأسبوع الجاي إن شاء الله هعمل لكم وصفة حلوة جدا بيه، ومش هتصدقوا إن هي معمولة من اللبن القاطع. شايفين كده؟ بصوا القوام بتاعنا أهو. نسيبه بقى يغلي براحته. في نفس الوقت هنا هنديله ملح وفلفل كده، فلفل وشوية ملح، وعايزين كمان نديله قطعة زبدة اهي، ونقعد نقلب. لازم دايما تقلبيه وتكون ايدك فيه علشان خاطر ما يتحرقش معاكي ويكلكع منك، عشان لو كلكع منك وخرز ده يتعامل معاملة البشاميل، تفضل ايدك فيه علشان خاطر ما يكلكعش منك وانت ساعتها مش عارفة تتصرفي. بصوا القوام بتاعه حلو ازاي اهو. نبص على البطايه بتاعتنا الحلوه، ايه رايك يا صفاء في البطايه بتاعتنا؟ صفاء، صفاء ايه رايك في البطايه بتاعتنا يا صفاء؟ صفاء سامعاني يا صفاء؟ شكل الخط قطع من عند صفاء. طب بلاها صفاء ناخد عايده. يا عايده، ايوه ازيك يا شيف صدفه؟ صباح الفل يا عايده. الحمد لله، الله يخليكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليك. شفت البطه بتاعتنا؟ ايوه شفتها، الحمد لله. ايه رايك في البطايه بتاعتنا بقى؟ طب انت كل حاجه في ايدك تبقى جميله والله. ياه شفت بقى الجمال؟ اي حاجه هتعمليها هتبقى زي الفل. ربنا يخليكي، تسلمي ان شاء الله. تسلمي ان شاء الله. تسلمي. عايزاك تجربي البطايه بتاعتنا وتجربي الكشك. مبروك على البرنامج، الف مبروك، ومنوره القناه ومنوره التلفزيون كله. الله يبارك فيكي يا عايده، تسلمي. ربنا يخليكي، تسلمي، اسعدتيني بمكالمتك. بصوا بقى شايفين جماله وحلاوته اهو. نحط له شويه بصل من ده اللي متحمر زي بتاع الكشري اهو.
بس كده. بصوا جماله وحلاوته. نركنه بقى هنا كده شوية يهدى شوية قبل ما نحطه في طبق. عايزين بقى نعمل ايه تاني؟ نبص هنا على الرز ده. الله، لسه شوية عليه برضو شوية كمان. صفاء رجعت لنا تاني. يا صفاء ازيك يا صدفة؟ صباح الفل يا صفاء. عاملة ايه حبيبتي؟ ألف مبروك يا صدفة. الله يخليك. عايز اسألك سؤال يا صفاء. اسألي يا حبيبتي. قوليلي كده ايه أشهر أكلة عندكم في المحلة؟ احنا أكتر أكلة بنحبها في المحلة المحلة. محشي؟ ايوه. طب والباميه الخضراء مش الشهيرة عندكم اللي هي بتتعمل بورق الفلفل؟ بحبها جدا برضه، بحب الباميه الخضراء والباميه المشوي. اللي بتتعمل بورق الفلفل. ورق الفلفل؟ لا بس انا ما بعملهاش بالطريقه دي، انا بعملها بالطريقه العاديه. لا انا بحبها بقى بورق الفلفل. مش كل الناس تعرف الباميه اللي بورق الفلفل. انتوا يا جماعه عارفين الفلفل اللي هو الرومي ده والرفيع في ورق؟ الله يخليكي، تسلمي، ربنا يبارك لك. انا بحبك جدا ومتابعيني على اليوتيوب. انا عايزاك تتابعيني هنا على قناتي على الطبليه. عايزاك تتابعيها وتتصلي بيها كل يوم. حبيبتي يا صدفة ألف مبروك. ألف ألف الله يخليكي، تسلمي، ربنا يبارك لك. ربنا يخليكي، تسلمي تسلمي تسلمي، ربنا يخليكي، شرفتيني. بصوا بقى، فكرنا أقول لكم قصة ورق الفلفل ده. بصوا بقى رز الطباخ عمل معانا ازاي أهو، وما بياخدش وقت. يعني أول ما بدأنا الحلقة بعد ما عملنا البطة عملناه ويعتبر استوى خلاص. نغطيه ونسيبه هنا براحته. ونبص كمان على البطايه بتاعتنا. ورق الفلفل ده يا جماعه، شفتوا الفلفل الرومي والفلفل القرون بيبقى فيه ورق زي ورق الجوافه، ورق الفرق، ورق كده فيه. في المحله بيجيبوا ورق الفلفل ده بيعملوه كده بطريقه زي شبه السلق وبيحطوه على الباميه. عايزه اقول لكم من اروع الوصفات اللي اكلتها في حياتي الباميه اللي بورق الفلفل ده. باميه بتتعمل عاديه جدا. في مره هعملها لكم بس يا رب الاقي ورق فلفل هنا. بصوا بقى الجمال. طب مقادير الكشك يا جماعه، عايزه اقول لكم مقادير الكشك اللي احنا عملناه دلوقتي. انا حطيت علبه زبادي. علبه زبادي لو انت ما عندكيش علبه وعندك علبه كبيره حطي 3 معالق كبار زبادي. الزبادي زي الدقيق بالظبط، تحطي الزبادي مع الدقيق على بعضه اهم، يعني 3 معالق زبادي و3 معالق دقيق وكوبايه لبن وكوبايه شوربه وملح وفلفل وبصل محمر. ما ياخدش اكتر من كده، ممكن تحطي حته سمنه حته زبده هتفرق معاكي جدا اهو. نجيب بقى طبق نحط الكشك فيه. ايوه الطبق ده حلو. انا هحط لكم في الطبق ده لسبب. الطبق ده زي الاطباق اللي في بيوتنا كلها، فهنحط في الطبق دي عشان خاطر نفتكر بيوتنا كلها. بسم الله. لازم ناخد كل اللي في الحله، مش هنسيب فيها سنتوفه ولا سنتوفه. طيب معظم الناس بتشتكي يا صدفه لو عملنا كشك او بصاره ولو حطينا البصل الكشك. ام عبد الله من الامارات. طيب الكشك لازم نسيبه يريح شويه عشان خاطر لو حطينا البصل دلوقتي هو سخن هتلاقي البصل نزل كله تحت. احنا مش عايزين كده، عايزين البصل ياخد براحته كده، في يبقى الوش بتاعه ناشف شويه عشان خاطر نعرف نرش البصل بتاعنا وما يسقطش لتحت سواء كشك او بشره. ام عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيف صدفه؟ ازيك يا ام عبد الله؟ بتكلمينا منين يا ام عبد الله؟ من الامارات. اهلا بيكي. تسلمي، ربنا يخليك يا ام عبد الله. ايه رايك في الكشك بتاعنا والبطه بتاعتنا النهارده؟ جميله، تسلم ايديك. انا اولا بهني القناه. الله يخليكي. وعلى الاضافه الجميله اللي ضافوها لنا اللي هم اختاروا الشيف صدفه. ربنا يخليك يا ام عبد الله، تسلمي، ربنا يبارك لك. بجد احنا اول ما شفناكي والله والله يا شيف صدفه يعني حسينا ان انت مننا، وبرنامج ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح يا شيف صدفه. ربنا يخليك يا ام عبد الله، اسعدتيني اسعدتيني بجد. اتمنى اسمع صوتك كل يوم وتكلمينا كل يوم، تشوفي الوصفات بتاعتنا وتجربيها وتقولي انها عجبتك. طبعا شكرا لك يا ام عبد الله، اسعدتيني بمكالمتك بجد. انا مبسوطه جدا بالمكالمه دي. زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا بدا الوش بتاعه ينشف. نرش بقى البصل بتاعنا بقى زي ما انتم عايزين. بصوا يا جماعه، الافضل لما تكوني عامله بصاره
او عامله كشك بلاش تحطيها في اطباق كبيره، الافضل تحطيها في اطباق صغيره. ليه؟ عشان خاطر الفرد ياخد الطبق على قده ياكل فيه، وهو بياكل فيه الطبق على قده يكفيه. لكن لو هناكل طبق كبير محدش يقدر يكمله كله، هياكل حته ويجي اللي بعده مش هيقدر ياكل مكانه. فالافضل ان انتوا تعملوا الكشك، الرز بلبن، البصاره، الحاجات اللي تحطوها في اطباق زي دي في اطباق صغير، تستصغروا اصغر طبق عند كل واحد. خلص الطبق بتاعه يقدر ياخد طبق تاني، لكن لو خد طبق وكل اللي فيه وما قدرش يكمله غيره مش هيقدر ياكل وراه. يعني اعملوا الحاجات دي، بتفرق جدا في الميزانيه معاكم. بدل ما ترموا حاجه، لا تفرق جدا الحاجات دي معاكم. اسمعوا كلامي بس، اسمعوا كلامي وتابعوا على التبليغ على قناه هي. نحط بقى البصل، بسم الله. واحنا بنحط البصل، الو يا اميمه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا روح قلبي؟ والله انا بحبك في الله قوي. ربنا يخليكي، تسلمي، ربنا يبارك لك وربنا يوفقك ويفتح عليكي من واسعه يا رب. والله انا بحبك لله قوي، لما مش عارفه انا مسؤوله عنك كده. ربنا يخليكي يا اميمه، ربنا يخليكي، تسلمي تسلمي. ربنا يوفقك في حياتك يا بنتي ويوسع رزقك ان شاء الله يا رب. ربنا يبارك لك. اسعدت. بتكلمي منين يا اميمه؟ من دار السلام. طب ايه رايك في البطه بتاعتنا النهارده؟ ايه؟ حته مش على الخريطه كده. لا، دار السلام احسن ناس. دار السلام، يا سلام. ربنا يكرمك. احسن سلام وتحيه من الوقفه ديت لحد دار السلام. من اصلك يا بنتي، من اصلك. الله يخليكي. ايه رايك في البطه بتاعتنا النهارده بقى؟ لا تفتح النفس يوم، تفتح النفس. عايزاكي تجربيها، والمره الجايه تتصلي تقولي ان انت جربتيها وعجبتك. بس السلام امانه للحاجه والنبي. من العنايه الاثنين. حاضر. ربنا يخليها لكم يا بنتي. ربنا يبارك لك، تسلمي، ربنا يخليكي، تسلمي. شكرا ليكي، نورتيني. طيب هنا بقى ايه؟ انا عندي الرز ده كده استوى خلاص. بصوا بقى الجمال، الوصفه، بصوا والنبي الجمال، يا خرابي عليا. تسلم ايديا يا اولاد، تسلم ايديا. بصوا الجمال، مش في جمال اكتر من كده. حاجه مفلفل. بصوا الجمال يا ولاد، بصوا بصوا، يا خرابي يا ولاد، ما خدش وقت وحاجه كده زي الفل. مكون برده ممكن تحطوه فيه اسمه ايه؟ الذره، اللي هي الذره الصفراء. لو انتوا بتحبوا الذره ممكن تحطوا فيه ذره او خضار، اي حاجه. ما خدش وقت معانا، زي ما هعيدها لكم تاني، ما خدش وقت معانا. وجبه مغذيه، وجبه مشبعه. كل الوصفات، اي وصفه اقتصاديه هتلاقوها معانا هنا. احنا هنا هنعمل كل الوصفات اللي تتخيلوها. هنعمل من الجمل لرجل الفرخه، كل حاجه هنعملها. يعني النهارده عملنا بط، بكره هنعمل وصفات كتيره بقى كده. احنا محضرين لكم منيو عظيمه عظيمه عظيمه، هتعجبكم قوي. ولو انتوا عايزين اي وصفه معينه هتعجبكم جدا جدا جدا. طيب يا نجوى. الو. صباح الفل يا نجوى حبيبتي. ازيك يا مدام صدفه؟ الله يخليك يا نجوى، تسلمي، نورتينا. انت منوره يا حبيبتي. ايه رايك في الوصفه بتاعتنا النهارده؟ جميله، تسلم ايدك يا حبيبتي. طب قولي لي يا نجوى، اشهر وصفه عندكم في الغربيه ايه عشان نعملها لكم هنا في القناه؟ والله احنا يعني ما فيش وصفات. اكيد كل بلد ليها وصفه. زي اسكندريه عندهم الكبده مشهورين بيها قوي، متغمره عندهم. أيوة. الكبده، الكباب الكوابري وعندنا برضو انا كتير. بنحب برضو العكاوي في الطاجن. بصي بصي، عشان خاطر مكالمتك الحلوه الطيبه دي، بكره المخرج يكون سامعني، بكره هنعمل عكاوي عشان خاطر الست البركه دي. الله يسترك يا حبيبتي، بكره ربنا يخليك. انا سامعاني؟ الو، ارجعي كلمينا تاني عشان نعمل لك العكاوي. هوايدة حبيبتي يا صدفه. صباح الفل. صباح العسل، الف مبروك يا حبيبتي على البرنامج. الله يخليكي، تسلمي يا هوايدة. حبيبتي على فكره انا بكلمك ده يعني من تليفون هنا، انا هنا في القاهره مش في الكويت يعني، بس حبيت ابارك لك على البرنامج وعلى الحلقه الرائعه دي. منوره الشاشه يا صدفه، ربنا ودايما يا رب من نجاح لنجاح وتالق يا حبيبه قلبي. ربنا يبارك لك. وعايزين بقى الوصفات وعايزين الحاجات كتير عشان رمضان بقى يا صدفه. طب يا هوايدة عايز اقول لك على حاجه. قولي يا قلبي. وصفه البط دي، بما انك بتقولي عايشه في الكويت، وصفه البط دي اللي فيها بيض وزبيب وبصل دي بتاعت الكويت. ايوه انا عارفه شفتي؟ احنا بنسميه بيبقى بط مع رز بسمتي محشي مكسرات كمان. صح كده؟ بس احنا بقى قلنا نقتصد، انا كنت هحط مكسرات بس قلنا نقتصد نحط زبيب بس على قدنا. مع البيض وال اي حاجه بتعمليها يا صدفه حلوه. ربنا يخليكي، تسلمي. والله بجد اي حاجه بتعمليها حلوه. عملتي الوصفه صح زي بتاعتكم ولا غلط بقى؟ بصراحه انا هسال، انا عندي يعني انت عارفه ان عندي في البيت شغلت اثنين،
بيعملوا بس هنود، بس بيفهموا في يعني بيعملوا كل حاجه، بما اني يعني انت عارفه جوزي مش مصري فعارفين الاكل. فانا سالتهم قالوا لي زي ماما، هو نفس الوصفه هي بتاعت الكويت بالظبط. ربنا يخليك يا هويده، نورتيني. تسلمي. شكرا لك يا هويده، عايزه اسمع صوتك مره ثانيه، والوصفه عجبتكم وطلعت 100 100. فاصل صغير وما تمشوش، عشان نرجع بعد الفاصل نعمل مشروب قوي جدا، وهنغرف في البطايه بتاعتنا على الفاصل. هنشيل البطايه نحطها في الفرن، وهنعمل عصير انروكا بحديد، مش عارفه ايه انروكا بحديد دي، بس مشروب انروكا بحديد، ونغرف البطايه بتاعتنا مع رز الطباخ. فاصل صغير. رجعت لكم بعد الفاصل مع على الطبليه على قناه هي. قبل ما نروح الفاصل كنا عملنا رز الطباخ وعملنا البطه وقفلنا الكشك كمان. في الفاصل شلت البطايه، دهنتها صلصه وعسل ابيض ودخلتها الفرن. طيب دلوقتي هنعمل عصير حلو جدا ومغذي، عصير عباره عن كيوي وعسل ابيض وحليب وسبانخ. ممكن السبانخ نستبدلها بالجرير، بس السبانخ حلوه جدا. اهم حاجه ان احنا نعصر عليهم ليمونتين ثلاثه عشان خاطر الحديد ما يتكسرش. كيوي اهو، ونحط عليه الحليب. بسم الله. ونحط حته سبانخ كده اهي. يا بقى لو سبانخ فريش بتكون اطعم يعني. تمام كده زي ما شفتوا. نحط بقى معلقتين ثلاثه عسل ابيض، ممكن تحطوا سكر، بس العسل بما ان احنا من حاجه مغذيه فالعسل يكون افضل. ونقول الو يا شيماء. الو مدام صدفة. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ مش قادره اقول لك، انا من متابعينك وبموت فيكي. ربنا يخليك يا شيماء، اقسم بالله بموت فيكي. انت احلى اختيار للقناه. ربنا يخليكي. يا رب يكونوا سامعيني، انت احلى حاجه جت في القناه. انا بصي انا قلت العيله كلها تتابع القناه دي بسببك. ربنا يخليكي يا شيماء، تسلمي. من كتر متابعتي ليكي انا اطفالي حافظينك. ربنا يخليكي يا شيماء. بتتابعينا منين يا شيماء؟ اتفضلي يا حبيبتي. لا انت ليه تعمليه من ايدك؟ يعني بصي احنا هنبقى صعبه بيه، انت اي حاجه من ايدك احنا بنحبها. ربنا يخليكي، تسلمي. انت ست جدعه وست قويه وست مكافحه وشبهنا، فهو ده احلى حاجه فيكي، انت شبهنا يا صدفه. ربنا يخليكي، تسلمي. بحبك وبحب بنتك وبحب استاذ كريمه وبحب مدام فاطمه وبحب عيلتك كلها. ربنا يخليكي، اسعدتيني. تسلمي. انت حبيبتي، وبشكر القناه جدا 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 ان انت جيتي ونورتي القناه ونورتي بيوتنا كلنا. اسعدتيني، تسلمي. ربنا يخليكي، تسلمي. طيب هنعمل العصير دلوقتي، نضربه. بسم الله. مش قادره اقول لكم العصير ده مغذي قد ايه. شفتوا جايبين لكم كاس العذاب، كوبايه كبيره اهي عضلات. بسم الله. ايوه يلا يا جدعان بقى، وانا ركبي حديد وايه كفايه كده. بصوا حاجه كده مش قادره اقول لكم على جمالها وطعمتها. في نفس الوقت دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنغرف البطايه بتاعتنا. ادي العصير بتاعنا اهو. عايزه اقول لكم رز الطباخ يعني انا عاملين نسخه قبل الهوا. بصوا الاثنين استووا، دي مستويه ودي كمان استوت. ده ادري انها ما بتاخدش وقت اصلا خالص. فرفطها بس كده اهي. انت لو عملت كوبايه هياخد، بصوا ما شاء الله. ونقول الو يا عبد الله. الو. اهلا. اهلا بك يا شيف، الف مبروك على البرنامج والف مبروك على القناه، وان شاء الله كده دايما الاحسن باذن الله. الله يبارك في حضرتك. بما انك يا عبد الله اول راجل تتصل على برنامجنا في قناه هي، الوصفه اللي انت هتقولها انا هعملها لك من غير كلام، من غير نقاش. لا والله انا كنت عايز ابعت رساله للمدام دلوقتي بتفرج على حضرتك، ان هي وصفه البط دي عجبتني
ويا ريت ترجع تعملها ان شاء الله. بعد اذن حضرتك يا مدام اسمعي كلام عبد الله واعملي البطايه. الراجل كلف وصرف واتصل بينا وبعت نداء انساني، يعني نداء يا جدعان، نداء اعملي بطايه للراجل. اه والله شوفي هيعيط. والف مبروك يا شيف، ويعني دايما كده الاحسن ان شاء الله. ربنا يخليك يا عبد الله، تسلم، اسعدتنا بمكالمتك، واتمنى تتصل تقول ان المدام عملت لك البطايه. شكرا لك يا عبد الله. اهو بصوا بقى الجمال والحلاوه، بصوا الجمال والحلاوه اهو. مش قادره اقول لكم بقى على طعامه البطايه دي، مش قادره اقول لكم على الجمال والطعامه. ناخد حبه كمان من الحله اللي احنا عملناها عشان ما تزعلش مننا. نحط دي جوه دي كده. بصوا بقى الجمال دي بقى تعملها عندك، تحطها في سفرة رمضان، عندك عزومة، بجد حاجة حلوة جدا جدا. بصوا بقى جمال البطاية ما شاء الله. بسم الله. انتوا بقى عايزين تزينوها بقى بشويه مكسرات، زينوا بشويه مكسرات لو تحبوا، مش عايزين خلاص زي ما احنا اكتفينا بها كده، احنا نكتفي بالزي. عايزه اقول لكم الحشوه اللي جوه دي بتفكرني بالمرتة، حشوه المرتة بتاعه اهل بورسعيد. بورسعيد عندهم البط بالمرتة، ده حاجه اساسيه. المرتة دي يا جماعه ليه اسمها مرتة؟ المرتة ليه بتبقى عبارة عن حشوة زبيب وكبد وقوانص وبصل، نفس دي بالظبط بس ما فيهاش حمص وما فيهاش بيض، بتبقى زبيب وكبد وقوانص وبصل. اسمها مرتة ليه بقى؟ عشان خاطر بتقعدي تمرطي البصل، بتقعدي تقطعي بصل كتير بس بتقطع بالايد ما بتعملش في الكبة، تحطي عليه ملح وفلفل وكمون وممكن شوية شطة صغيرة، وتقعدي بقى تمرطي فيه بايدك قوي لحد البصل ما يستغيث تحت ايدك كده وينزل كل المية بتاعته. هي دي المرتة اللي بتعمل. في ناس بتعمل البط بالمرتة تكون نية، انا واحدة من الناس ما بحبش المرتة النية، في ناس بتحب المرتة النية. والحشوة بقى اللي جوه زي الحشوة دي بقى، لما تفتحيها كده تشق البطية كده نصين وتفضيها الحشوة دي فوق الرز بقى بتاكليه او اي حاجة انت بتاكليها، هتلاقي طعم المرتة حلو جدا جدا جدا. طعم الزبيب مع البصل مع التوابل اللي هو سويت اند ساور بقى، حلو مع حادق مع كده، مختلف جدا وحلو جدا جدا جدا. وفي مره تانية ان شاء الله، بس مش دلوقتي خلاص، احنا عملنا بط خلاص بقى، نخش بقى الوصفات الحلوه الجميله بتاعت اخر الشهر. شويه كده وشويه كده يعني هنعمل لكم كل حاجه، مش خاطر لو انت عندك عزومه، عندك حاجه مهمه عايزه تعمليها، عندك مناسبه، دي تنفع جدا في المناسبات وفي العزايم، حلوه جدا. وانتوا شايفين شكلها عامل ازاي، وعملنا تحتيها حاجة سهلة وحاجة بسيطة وحاجة خفيفة اهو، اللي هو رز الطباخ، ما خدش معانا وقت. ملا معانا الحلة زي ما قلت لكم بقى، زودي بقى مكسرات زي ما تحب، ممكن بقى تديله حاجة خضرة من على الوش. وعملنا العصير انارك بحديد، وعملنا الكشك. بصوا يا جماعة عد لكم المقادير من الاول عشان خاطر لو حد لسه فاتها وما لحقناش. احنا برنامجنا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 لواحدة على قناة هي برنامج على الطبلية. عملنا رز الطباخ. رز الطباخ ده عبارة عن لسان عصفور ومعاه شعرية بيتحمروا مع بعض، بس لسان عصفور الاول عشان خاطر بياخد وقت عن الشعريه بتاعتك، تحطي بقى خضار زي ما انت عايزه. احنا حطينا النهارده فلفل اخضر، ممكن تحط فلفل اخضر، قطع كوسه، بطاطس، بصل زي ما تحبي. وبعد كده اديناه معلقه صلصه ومكعب مرقه، ممكن تسقي شوربه وتوابلك بقى وتسويه زي تسويه الرز العادي او المكرونه المحمره. ده رز الطبخ. اما بالنسبه للبطه، احنا عملنا لها مساج من بره ومن جوه بملح وفلفل، والحشوه بتاعتنا كانت عباره عن بصل متشوح من غير لا سمنه ولا زيت. البصل يتشوح ايه ده؟ ايه انتوا خدتوني؟ ايه ده؟ وعمال يقول لي مش انا مخصماك. المشروب ده اسمه ايه؟ مش اسمه المشروب ده. الف مليون مبروك. انا بجد مش مصدق ان انت جيت. لا الف مليون مبروك. شفتي بقى؟ تسلم، ربنا يخليك. انا والاعداد بجد شكرا على وقوفك معايا ودعمك لي. عايزه اقول لكم يا جماعه، اكتر شخص بيدعمني في حياتي هو كنت متفق ان هو يجي معايا النهارده، جه امبارح بالليل قال لي مش هاجي معاك عشان عندي شغل. يا عم يهديك يرضيك، قال لي مش هينفع. انا عيطت قلت له عشان خاطر، قال لي مش هينفع. انا كلمت الاعداد
وهم ظبطوها كده والله بامانه. ف انا بجد شكرا شكرا قوي قوي قوي. والله احمد تسلم. بشكر الناس دي كلها بجد يعني هم اللي عملوا كده. والف شكر ليكم. بشكر الاعداد وبشكر اسلام وبشكر المخرج والناس دي كلها. وبشكر جمهور صدفه ومتابعينها. ويا رب دايما في ظهرها كده ويا رب دايما في خير. الف مليون مبروك. الود ولا البط يا كريم؟ لا البط اللي ده غير اللي سمع يا جماعه. البط الاكل فظيع. يلا الف مليون مبروك. خد 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 ايدك في البطايه. ايه رايك؟ عملتي فيها ايه؟ عذبتيها ولا ايه؟ بص عذبتها. حلو. وعاملين كشك وعاملين مشروب. شوف بقى مروق عليهم النهارده. شفتي بقى؟ ماشي. البطايه دي هتاخدها معايا؟ اه والله قشطه. البطايه دي يا جماعه تحطيها في شنطه العربيه اللي ماشيه. ماشي. الف مليون مبروك يا حبيبتي. طبعا يا جماعه انا بشكركم جدا. دي اول حلقه ليا في برنامج على الطبليه على قناه هي. تابعوني كل يوم من السبت للخميس. وبقول لك ايه كريم؟ تحب تاكل بكره ايه؟ اطبخ لك ايه بكره هنا على الهوا؟ لا احنا مش هناخد البطايه معانا. بكره بكره بكره. عكاوي. المخرج بيزعق عشان البطايه دي مش بطايه تاكل. بصيتي. خرجها. لا خرجها خرجها ان شاء الله. اكتر اكله بتحبها من ايد ايه يا كريم؟ بيسالوك في الكنترول اهو. اكتر اكله طاجن السعاده. طاجن السعاده يا جماعه ده ورق عنب بالكوارع. بكره ده شفته في الكلمه. بكره طاجن السعاده. شكرا لكم كلكم. هستناكم بكره ان شاء الله من 12 ل 1 على قناه هي برنامج على الطبليه. ومستنيه مكالماتكم واستفساراتكم. بجد مبسوطه جدا 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 النهارده. الفرحه فرحتين. الف مليون مبروك. تسلم يا حبيبي.